تعيش الكنيسة الكاثوليكية هذه الأيام من الزمن الأربعين المقدس صوماً وصلاة على غرار حياة الجماعة المسيحية الأولى، إذ تقيم المراحل الخلاصية التي سار عليها يسوع المسيح قبل وصوله إلى خشبة الصليب بما يعرف برتبة صلاة درب الصليب. ففي كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في عمان أقيمت رتبة درب الصليب بمشاركة كهنة الرعية وشمامستها والأخوات الراهبات والمؤمنين. وقد تخللت الرتبة تراتيل وعرض محطات لحياة وألام السيد المسيح. وقد أيد قدس الأب علاء مشربش راعي الكنيسة الإجراءات الحكومية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، داعين الجميع إلى الالتزام بسبل الوقاية، كما رفعت الصلوات والأدعية لله العلي القدير لأجل شفاء المصابين من هذا الوباء وحماية الأردن من كل شدة. وبعد رتبة درب الصليب أقيم قداس إلهي بمشاركة الكهنة والشمامسة والخدام.